بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة الصوت الإسلامي على الشبكة العنكبوتية تقدم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. لا يخفى على أحد ما يحدث اليوم في بلاد الحرمين من تقتيل وترويع وتشريد مطاردات ومقاتلات ما سمعنا بها من قبل، أمور لا يقرها عاقل ولا يوافق عليها حتى المجنون. وما حدث منذ أيام ليس منا ببعيد، والله الذي لا إله إلا هو إن هذه الأحداث التي تحدث في بلادنا لتحزن قلب كل مؤمن يرى هذه الدماء تسيل وتهدى. فمن ذا الذي يفرح بقتلنا لبعضنا بعض؟ فالشباب خسارة ورجال الأمن أيضا خسارة، ومن المستفيد من هذا؟ إن بلاد الحرمين مسجد الوحي وحسن الإسلام الحصين، وهي تتعرض اليوم لأخطر حقبة مرت عليها منذ أن جمع الله شملها. فلم يحدث في التاريخ أن أحاط الخطر بها في معظم أنحائها كما هو حاصل اليوم، فمن تربص يهودي في الشمال إلى تدخل نصراني في الشرق إلى تخبط علماني في الداخل، والكل يريد نصيبه من القطعة دينا أو مالا أو عرضا أو دما. فوالله إن المستفيد الأول من هذه الأحداث هم اليهود والنصارى وأعداء الملة والدين، وما أكثرهم اليوم. إن أمن هذه البلاد مسؤولية الجميع، راع ورعية ومواطن ومقيم، ولا بد أن يتعاون الجميع في إنقاذ السفينة. مكتبة الصوت الإسلامي على الشبكة العنكبوتية تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان الفتنة لفضيلة الشيخ خالد الراشد. الله على إحسانه، الشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. روى البخاري من حديث حذيفة قال: بينما نحن جلوس عند عمر إذ قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس عن هذا أسألك، ولكن عن التي تموج كموج البحر. قال: يقول لعمر: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال عمر: إذا لا يغلق أبدا. قال حذيفة: قلت أجل. قلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد ليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. فهبنا أن نسأله: من الباب؟ فأمرنا مسروقا فسأله فقال: من الباب؟ قال: الباب عمر. كسر الباب منذ ذلك الحين ولم يغلق. عباد الله، الفتن جمع فتنة، وهي الابتلاء والامتحان والاختبار، وأصلها مأخوذ من قولك: فتنت الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار لتمييز الرديء من الجيد. فالحكمة من البلاء تمييز الرديء من الجيد. ولقد بيّن لنا صلى الله عليه وسلم الفتن وأخبرنا عنها، فمنها فتن قد مضت كموته صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم مصيبة ومحنة، ومنها فتن كانت ولا زالت مثل فتنة المال والأولاد والنساء المتبرجات، وفتنة النفاق والفسق والظلم والفجور والكفر، وفتنة اختلاف الناس، وفتنة القول بأن القرآن مخلوق، وفتنة الذين صبروا على الحق لينيروا لنا الطريق، وفتنة الهرج أي القتل القتل. وفي وقتنا المعاصر تعددت ألوان الفتن وأشكالها، فكثرت الحروب الأهلية والإقليمية والدولية، وصاحب ذلك مجازر وتعذيب، وما يحدث في السجون والمعتقلات من انتهاكات لأبسط حقوق الإنسان ليس بخاف على كثير من الناس. كثرت الزلازل وهدم البيوت وسقوط الطائرات، في الشهر الذي مضى فقط أكثر من 6 طائرات سقطت، فقط في أسبوعين مضوا أكثر من 6 طائرات قد سقطوا في مشارق الأرض وفي مغاربها، وغرقت السفن والغواصات، وتنوعت حوادث سير المركبات والأعاصير المدمرة، وتعدد الموت وتعددت أسبابه. ومن الفتن أيضا التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الأئمة المضلين الذين يحللون ما حرم الله ويحرمون ما حلل الله،
فهم أشد من فتنة الدجال وما أكثرهم اليوم. ومن الفتن فتنة ننتظر حدوثها لا نشك في حدوثها، كانحسار الفرات عن جبل من ذهب وفضة، عن جبل من ذهب، وفتنة الدجال والدابة ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها وغيرها. عباد الله، لا يخفى على أحد ما يحدث اليوم في بلاد الحرمين، لا يخفى على أحد ما يحدث اليوم في بلاد الحرمين من تقتيل وترويع وتشريد، مطاردات ومقاتلات ما سمعنا بها من قبل، أمور لا يقرها عاقل ولا يوافق عليها حتى المجنون. وما حدث منذ أيام ليس منا ببعيد، وبالله الذي لا إله إلا هو إن هذه الأحداث التي تحدث في بلادنا لتحزن قلب كل مؤمن يرى هذه الدماء تسيل وتهدر. فمن ذا الذي يفرح بقتلنا لبعضنا بعض؟ من ذا الذي يفرح بقتلنا لبعضنا البعض؟ فالشباب خسارة، ورجال الأمن أيضا خسارة. ومن المستفيد من هذا؟ إن بلاد الحرمين مهبط الوحي وحسن الإسلام الحصين، وهي تتعرض اليوم لأخطر حقبة مرت عليها منذ أن جمع الله شملها. فلم يحدث في التاريخ أن أحاط الخطر بها في معظم أنحائها مثل ما هو حاصل اليوم، فمن تربص يهودي في الشمال إلى تدخل نصراني في الشرق وإلى تخبط علماني في الداخل، والكل يريد نصيبه من القطعة دينا أو مالا أو عرضا أو دما. فوالله إن المستفيد الأول من هذه الأحداث هم اليهود والنصارى وأعداء الملة والدين وما أكثرهم اليوم. عباد الله، إن أمن هذه البلاد مسؤولية الجميع، راع ورعية ومواطن ومقيم، ولا بد أن يتعاون الجميع في إنقاذ السفينة، لا بد أن يتعاون الجميع في إنقاذ السفينة من الغرق والهلاك. إن كان هناك خطأ والخطأ وارد أو خلل، فإن ذلك لا يحل بالعنف والمصادمات، بل يحل بالحوار والمناقشات، بشرط أن تكون النية خالصة لوجه الله. قال الله: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. لا بد أن نراجع حساباتنا وأن نعلم أنه ما تسلط علينا متسلط إلا بسبب ذنوبنا وإعراضنا عن أوامر ربنا تبارك وتعالى. قال الله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. واعلموا عباد الله أن للفتن أخلاقا لا بد من التخلق بها في زمن الفتن. أولا التأني والرفق والحلم وعدم العجلة، لأن هذه الأخلاق تمكن المسلم من رؤية الأشياء على حقيقتها وأن يبصر الأمور على ما هي عليه. قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما خرج من شيء إلا شانه. وقال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتان يحبهما الله، الحلم والأنا. ولقد قال الله لنا آية: لكننا لا نعمل بها. إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني لا تتعجلوا بإصدار الأحكام قبل ظهور الأمور على حقيقتها. وحتى تكون متأنيا لا بد من خلق آخر، ألا وهو الصبر. ونحن نحتاج إلى الصبر في كل حال من أحوالنا، خاصة عند الفتن. ومن الأخلاق أيضا العدل والإنصاف في الأمر كله، وأن سبب وقوع الفتن فقدان العدل والإنصاف. قال الله: وإذا قلتم فاعدلوا. وقال أيضا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. كما يجب علينا حين الفتن الكف عن الخوض فيما ليس للعبد به علم. قال الله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره. ولا بد عباد الله عند الفتن من الرجوع إلى العلماء الربانيين العاملين الذين يثق الناس فيهم وفي علمهم. قال الله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كما يجب علينا حين الفتن الانشغال بتقوية الجانب التعبدي
وتقوية الصلة بالله تبارك وتعالى، فإن الفتن لا ترفع إلا بصلة قوية بيننا وبين الله تبارك وتعالى. المطلوب فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، المطلوب واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، المطلوب أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، المطلوب وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره. اللهم آمنا في أوطاننا، اصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك.